زمان كانت الشحاتة بتاخد شكل. ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه. كنا نقف الإشارة مثلا تلاقي الشحات بيقرب منك ويقول لك حسنا لله. الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه، يعني في السنة ب 4 مليار جنيه. دلوقتي المسألة اتغيرت، ما تعرفش هل هو حاسس إن ما بتاكلش مع الناس، استغفر الله العظيم يا رب يعني. إحنا بنتكلم كتير. أو إنه هرشوها أو في جحود. ما تعرفش. بتقول لي بجيب الفلوس منين؟ ما تسكت. خلي بالك أنا راجل محلل مخدرم، طب ودارس بره وجوه.